هذا سيمو، شاب مغربي مقيم حاليا في إسبانيا، بغار الدراسة في مجال الصيدلة. السلام عليكم، الاسم ديالي محمد البو، من مدينة القصر الكبير، وجيت لإسبانيا باش نقرأ الصيدلة، وهذه الجامعة في كنقرأ، ودابا عندي العام الثاني. سيمو شاب كيقرأ وكيخدم. هذا هو المحل اللي كنخدم فيه السبت والحد وفي العطل باش نقدر نخلص الكرة والماكلة والحاجيات ديالي. الحمد لله عايش بخير وعلى خير. سيمو كانت تقدر تكون حياته كابوس لولا اللغات، وسبب اللغات قدرت نخدم هنا من النهار الاول اللي جيت وما لقيت حتى شي صعوبه، وكنعرف اصدقاء اللي كيدويو لغات اخرين من غير العربيه وتا هما لقاو خدمه بكل سهوله وما لقاو حتى شي مشكل، وقدرت نقرا مزيان ونجيب نقاط مزيانين حيت كندوي باللغه الاسبانيه مزيان، وكنقدر نعيش حياتي بحال اي اسباني بلا حتى شي مشكل، نقدر نسافر نمشي للقهوه نمشي للريستو نمشي نتريني. وطبعا باش نكونوا واضحين، اول لغه خاص الواحد يتعلم لها هي اللغه الانجليزيه، ولكن انت باغي تجي لاسبانيا خاص ضروري تكون عندك اللغه الاسبانيه باش تتواصل مع الناس باش تقرا. مثلا انت باغي تمشي لفرنسا ضروري تكون عندك اللغه الفرنسيه، بحال دابا انا مثلا في اسبانيا خاصني ضروري نتعلم اللغه الاسبانيه حيت هي اللي غنتواصل بها وهي اللي غنقرا بها وهي طبعا غنخدم بها. كوانتوس ايديوماس هابلاس؟ كوانتوس ايديوماس هابلاس؟ وطبعا احسن طريقه باش تتعلم بها واحد اللغه الاسبانيه هي مع ياسين اكاديمي. سوي كانادينسي دي كندا. يو سوي اسبانيولا. انتونسيس هابلاس موي بيان اسبانيول؟ سي اسبانيول فرانسيس اي ان بوكو دي عربي. لانه بكل بساطه مع ياسين اكاديمي تقدر تقرا فين ما بغيتي فوقاش ما بغيتي وشحال ما بغيتي ومدى الحياة، وهذا الشيء ما غاديش تلقاه في مدرسة. اللي خصك توصل في ساعة وتضرب واحد المسافة ديال الطريق وتخلص كل شهر وشوف واش تفهم ولا لا، عكس مع ياسين أكاديمي اللي كتقرا كل شيء وانت في بلاصتك وكتخلص مرة واحدة. الصراحة لا مجال للمقارنة. وحتى ملي كنبغي نفهم شي جملة بالإسبانية كندخل للجروب ديال التليجرام وكنسول تماك أي حاجة كيقولوها لي، وهذه المجموعة نقدر نبقى فيها مدى الحياة تخيل. والإسبانية تعلمتها في المغرب قبل ما نجي لاسبانيا، حيت ضروري خاص دوز واحد الامتحان ديال سيليكتيفيدات اللي بالاسبانيه وخصك ضروري تنجحو باش يعطيوك الفيزا. باش تجي لواحد البلاد خاص ضروري تتعلم اللغه ديالها باش تتواصل مع الناس باش تقرا، حيت الا ما كنتش عندك اللغه غادي تعيش محقور وغادي تتعذب. حاليا مازال كنزيد نطور اللغه ديالي الاسبانيه مع ياسين اكاديمي، ومازال باغي نزيد نطور اللغه ديالي اخرين من اللي يحطوهم باش نفتح على ثقافات اخرين ويكون عندي فرص اخرى للعمل. وبغيتي تتعلم شي مهاره باش تخدم وتلفتي تعلم اللغات، حيت ما يمكنش يكون عندك لغه ولا جوج وما تخدمش.